من بين من أرسلهم خالد سرية كان يترأسها أبو قتادة، فأرسلت إلى مالك بن نويرة ومن معه، فأسروا مالكا وطائفة معه وجاءوا به. في أقوال بقى كثيرة في هذا الموضوع، يعني التاريخ لم يثبت الواقعة بالتأكيد، إنما هي أقوال للمؤرخين. الأرجح فيها أن مالكا أسر فعلا، لكن هل مالك بن نويرة أعلن إسلامه أم لم يعلن إسلامه؟ البعض يقول إنه ومن معه أذنوا وقت الصلاة، والأذان هو إعلان الإسلام، فمن أذن لا يجوز أن تحاربه ولا أن تقتحم بلده. والبعض يقول إن مالكا كان لم يعلن إسلامه ولم يؤذن، بل بالعكس جلس خالد معه يناقشه، يقول كيف كفرت، كيف ارتدت؟ فيقول مالك إن صاحبكم قال كذا، إن صاحبكم فعل كذا، إن صاحبكم عمل كذا. فاغتاظ خالد وقال هو صاحبنا، أليس صاحبك؟ فلم يرد، فتأكد خالد أنه كافر مرتد فقتله. الرأي الآخر يقول إن خالدا استبقاه مع الأسرى وكان الليل باردا، وجاءت برودة أشد، فنادى مناد يقول للناس أدفئوا أسراكم، وزع الأسرى على خيام المسلمين الموجودين في هذا المكان. فمالك كان موجود مع غيره من الأسرى، كل ثلاثة أو أربعة موجودين في خيمة. فلما نادى المنادي أدفئوا أسراكم، قام المسلمون فقتلوا الأسرى، لأن كلمة أدفئوا أسراكم معناها عند هؤلاء يعني اقتلوه، فأدفئه يعني أسخنه يعني اقتله. ولم يكن خالد يعرف أن هذه لهجتهم. كل هذا قيل، لكن الموضوع كبر حين بلغ أبا بكر، بلغه بصورة مشوهة أن خالدا بعد أن أعلن مالك بن رويرة وهو الزعيم المعروف، بعد أن أعلن الإسلام قتله خالد. وزاد الشبهة أن خالدا بعد فترة تزوج امرأة مالك، فقالوا قتله خالد ليتزوج امرأته. والشائعات ممكن أن يكون لها أثر كبير. قتل إنسان، احنا فين يعني؟ ما ندري. سنعرف ان احنا الان ما فينا اسلام على الاطلاق بالنسبة لكلمة دولة او مجتمع او حكومات. قامت الدنيا من اجل شبهة في المدينة، قامت، وخالد الذي كان موجها الى بني حنيفة ليقوم بدوره ارسل اليه ابو بكر ان يحضر، بينما هو في شمال الجزيرة الشرقي يركب جواده ليصل عن طريق السير، لا سيارة ولا طيارة، إلى المدينة ليقف أمام الخليفة ويلقى حسابه من أجل أنه قتل رجلا قيل إنه قال لا إله إلا الله.
وضع عجيب ما يتصوره إنسان. وفعلا ذهب خالد وقابله عمر بن الخطاب وكان شديدا عليه، فلما قابله وقف في وجهه قال: أنت خالد؟ أنت القاتل من قال لا إله إلا الله؟ والله لأقيدنك به، لأقتلنك به. أتقتل من قال لا إله إلا الله؟ خالد داهية أمام داهية، ولكن وراء الاثنين، وراء خالد وعمر، خليفة أمير لا يستطيع أحد أن ينال من أحد إلا بأمره. تعلموا النظام وتعلموا الأدب وتعلموا كيف يقفون عند الحدود. الكل يغضب لله، لكن الكل ينتظر حكم الخليفة، لأن الخليفة حاكم بأمر الله ولا يحكم إلا بدين الله. ودخل خالد على أبي بكر في حجرته، وخرج خالد مبتسما راضيا، وأحس عمر أنه هزم في القضية، لكن عمر مصمم أن خالدا مخطئ، فماذا يفعل؟ لا يستطيع أن يفعل شيئا، إنه يلتزم الأدب، فجر ثوبه وأخذ نفسه ودخل بيته كنوع من الاحتجاج. ثم لما كلم أبا بكر بعد ذلك، كما ورد في روايات التاريخ، واشتد عليه طالبا عزل خالد، وقال له: إن في سيف خالد رهقا، إن سيف خالد يبطش لا يبالي. فقال له أبو بكر كلمته المشهورة: يا عمر، ارفع لسانك عن خالد، أنا والله لا أغمد سيفا سله الله في الإسلام على أعداء الله، إن خالدا تأول فأخطأ فلا شيء عليه. انظر، من كل الجوانب الإسلامية، ارفع لسانك عن خالد، لا يحق لك أن تنال منه، لأنك تنال بغير حق في رأيي. ثم الثانية، إن خالدا سماه الرسول صلى الله عليه وسلم سيف الله المسلول، يعني المسلول على الكفار، فكيف أغمده وقد سله الله على أعداء الإسلام؟ ثالثا، القضية موضوع النزاع، لو فرض وأنه قتله، فما قتله لأنه مسلم، إنما قتله ظانا أنه كافر. فإن كان آخرون يرون أنه أذن ولم يعلم خالد، فإنما يحاسب خالد على نيته، وخالد عندي صادق. ثم أمر خالدا أن يذهب، لا ينتظر، أن يذهب إلى الجيش ويقوده إلى اليمامة، إلى مسيلمة الكذاب. يلا يا سيدي. إلى جيشه، وبدأ يزحف إلى بني حنيفة في اليمامة. وبنو حنيفة كانوا أشد الناس حربا، وأكثرهم استعدادا وعددا، وكان مسيلمة قد استطاع أن ينظمهم تنظيما كاملا، وكان هو وحده الرئيس فيهم، فلم تكن الرياسات متعددة. وحين علموا
بأن خالدا انتصر على من سبقهم لم يفكروا في التسليم ولا في المهادنة، خصوصا أن مسيلمة كان أول من تنبأ في الجزيرة العربية وأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: أنت رسول وأنا رسول، والأرض بيننا نصفان، نصف لي ونصف لك، وأنت أنت على قريش وأنا على من معي، غير أن قريشا قوم لا يعدلون، أما نحن فإننا نعدل. وبدأ يخرف ويأتي لهم بما يسميه وحيا: الفيل ما الفيل، وما أدراك ما الفيل، له خرطوم طويل وذنب أثيل، وإن ذلك على الله لقليل، إلى آخر هذه الخرافات كتبين منها الشيء الكثير. وبرضو وكان قومه يعلمون أنه كذاب، يعلمون أنه كذاب، ولكنهم كانوا يقولون: والله نبي كذاب من بيننا خير من نبي صادق من قريش. مش عندنا نبي كذاب من العائلة بتاعتنا، كذاب كذاب او من العيلة، لكن هو نبي. ولذلك كان بعض البله يذهبون اليه مثلا ليقوم بالدور الذي كان يقوم به النبي عليه الصلاة والسلام. هو اصبحت النبوة صارت ايه، موضة. يعني مش الاول النبوة كانت غريبة، ما تعرف، كنا بنبحث عن واحد يؤمن بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، ما كان احد بيؤمن، كان بصعوبة المؤمن يأتي بصعوبة. فلدرجة هاجر وجد قلة من الأنصار، ولم يدخل الناس في الإسلام إلا بعد فتح مكة. بعد فتح مكة وإرسال النبي عليه الصلاة والسلام لكل الدول يدعوها إلى الإسلام وظهور أمره والجزيرة العربية بدأت تستقر، كان نسيوا الناس إن النبوة حاجة غريبة، فتحولت النبوة إلى موضة، كأي شيء في الأول تجده حاجة عجيبة وبعدين يتحول إلى عادة فيصبح هو الموضة. حد منكم يعني اللي في سني أنا كده أو أقل، يعني سن حتى 40 سنة، كان يفكر إن هيجي يوم يجد واحدة ست ماشية في الشارع كل شيء منها باين إلا أماكن القرف؟ افتكر ما كانش يفكر ان ده يمكن اطلاقا. كيف هذا؟ طب حتى في البلاد هذه، يعني بلاد الجزيرة العربية وما حولها، الى 10 سنوات فقط ما كان يخطر ببال انسان في الجزيرة انه سيرى يوما امرأة تمشي بغير عباءة. كان هذا يعتبر، اليوم صارت العباءة قديمة ورجعية وصار العري موضة. فليه؟ لأنه الأمور بتوالي الزمن وتعود الناس لها بتتحول تاخد وضع تاني. فهم فكروا قالوا: طيب واشمعنا هو محمد يعمل نبي؟ خد وانت نبي، قلت لك حتى النسوان طمعت في النبوة. مثل الآن الرجال عملوا زعماء، ايه يحصل؟ النسوان كمان عملت زعيمات من عندها وبيعملوا لها احتفالات، واسم الزعيمة يطلق على المدرسة، مدرسة مش عارف مين الزعيمة، ومدرسة ما تتكلم، ومدرسة مين ومين. ليه دي؟ قال دي كانت زعيمة النهضة النسوانية، والتاني زعيمة مش عارف ايه، زعيمة تحرير المرأة، والثالثة الى اخره. فاصبح هذا كمان موضة. فمسيلمة الكذاب جمع القوة التي عنده وأعدها إعدادا تاما. بنو حنيفة كانوا يختلفون عن غيرهم، يعيشون في اليمامة في قرى مبنية بالحجر، وكل بيت من حوله سور، وكل قرية من حولها سور، ومن حول القرى بساتين، للبساتين أيضا أسوار. وكان عندهم جملة بساتين يحيط بها سور ضخم، يخشون أن يهجم عليهم جيش، فيعدون هذه البساتين للاحتماء بها. فلما جاء المسلمون قيل إن عدد
بني حنيفة كان 40,000. هذا البعض يعتبر ان العدد مبالغ فيه، والبعض يعتبر انه حقيقة. الطبري يقول انه 40، غير الطبري اوصلوا الى 30، المؤرخون المتأخرون انزلوا الى 15، لكن الحقيقة انه الجيش، لانهم لم يكذبوا في جيش المسلمين، قالوا كان جيش المسلمين لا يزيد عن 8,000. الحقيقة ان هذا العدد بالنسبة لجيش المسلمين حقيقي او قريب من الحقيقة، فلماذا يكون عدد جيش مسيلمة بعيد عن الحقيقة؟ واستعد بنو حنيفة وجاءهم خالد وارسل اليهم لكي يعودوا الى الاسلام، فلم يقبلوا من الرسل وقيل انهم قتلوه. وخرج مسيلمة بمن معه خارج القرى واستعدوا للمسلمين، وبدأت المعركة ابتداء بالمبارزة، ثم هجمت الجيوش بسرعة. كان المسلمون على تعبئتهم دائما، فيهم المهاجرون والأنصار، وكان كل جيش الإسلام ينظر إلى المهاجرين والأنصار على أنهم القدوة والأمل. وكان المهاجري أو الأنصاري لا يعرف أبدا التزحزح إلى الوراء، فكان ذلك يشجع من لم يتعود الحروب الإسلامية، لأن الناس كانوا ينظرون إليهم على أنهم تدربوا على القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هذه الجيوش فأكثرهم لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحارب معه، فكانوا ينظرون إلى هؤلاء على أنهم القادة والأسوة. وبدأت المعارك في الصباح. بدأوا والمسلمون قلب وجناحان، وكذلك الكافرون المرتدون، وكان مسيلمة في القلب لكن كان متأخرا بعيدا، يحيط به عدد كثيف ليحميه. وسجع لهم وقال لهم الوحي جاءني وبشرني بنصر بعيد كبير، وأن كل هذه الأرض ستكون لنا. هو كان ذكي ليه؟ لأنه هذا النوع من إشاعة النصر يعمل قوة نفسية، وانت عارفين ان القوة النفسية في المعركة اهم من القوة العسكرية، ولذلك يقال الجيش المنتصر هو الجيش الذي ينتصر قبل ان يدخل المعركة، يعني ينتصر على نفسه فيدخل وواثق من النصر، والجيش المنهزم هو الذي ينهزم قبل ان يدخل المعركة، بان تدور حوله الحرب النفسية فينهزم داخليا ويشعر انه لا يستطيع ان ينتصر، فمن اول ضربة حتى ولو كانت غلط يجري، يحسبون كل صيحة عليهم. فبدأت المعركة ابتداء وثبت المهاجرون والانصار، واهل البادية المجموعون من الشتات لم يتحملوا الضغط الشديد من 40,000 فتقهقروا. فلما رأى خالد تقهقرهم ترك لهم فرصة ان يتقهقروا، ثم جمعهم واعطى امرا بان ينحازوا، كل ينحاز، كل قبيلة تقف وحدها، ورئيس القبيلة يمسك علمها. قال لنعلم من الذي ينهزم، اذا كل قبيلة تنهزم سوف يلحقها العار والخزي. واعطى للمهاجرين رايتهم، واعطى للانصار رايتهم، وهؤلاء وحدهم وهؤلاء وحدهم، وامر بالهجوم الشديد. ويقولون وكان خالد فعلا فارسا رجلا شجاعا، حتى انه قدم قبل الجيش كله وتقدم عليه، فلما قيل له يا خالد تعال إنا نحرص عليك،
قال لهم إني أطلب الموت فاطلبوه معي، أتريدون غيره؟ ألا تطلبون الجنة؟ إنني أطلبها. وكما حصل في غزوة أحد، الذين جروا في أحد هم الذين استشهدوا، وجاء 8 تعاهدوا على الموت وأن يدافعوا عن رسول الله ووقفوا متشابكين حوله، فما قتل منهم واحد. هنا اقتحم خالد ودخل الأنصار وأخذ ينادي ومحمداه ومحمداه، وكلمة ومحمداه في وقت محمد كان معهم ثم فارقهم كأنه يقول هذا دينه الذي مات من أجله وضحى من أجله، فلننصره من بعده. فالنداء كان له أثر قوي على النفوس، وهجم المسلمون واستقتلوا واستقتلوا، قد قتل منهم العدد الكبير، لكنهم كانوا أشد فتكا بأعدائهم وصمدوا حتى انزاح أعدائهم، فلما انزاحوا ضغطوا عليهم ففروا. فإذا بمسيلمة ينادي أيها الناس إلى الحديقة إلى الحديقة إلى الحديقة. يبقى الجولة الأولى انهزم المسلمون، الثانية انتصر المسلمون، الثالثة دخل كل أصحاب مسيلمة الجيش إلى الحديقة وأغلقوا عليهم الأبواب. فجاء البراء بن معرور وقال احملوني احملوني على الدروع، فجاءوا بالدرع ووضعوا الرجل وحملوا الدروع الدرع على الرماح ورموه فوق الحصن، وآخر من وراه قال احملوني فرموه، فخرج استقتال رجولة فدائية، ما ضرب وهرب، ده بيضرب ويلتحن. وبعدين نزل وفتح الباب هو ومن معه، من قتل قتل ومن لم يقتل فيقتل، فتح الباب ودخل المسلمون عليه. وانتهزها وحشي الذي قتل حمزة، انتهزها فرصة وبعث عن مسيلمة حتى وجده فضربه بين ثدييه فوقع. كان عبد الله ابن زيد يبحث عن مسيلمة، فما قبل ان يقع كان قد اصابه بسيفه فكاد يجهز عليه لانه مات بعد ما وقع، فعرف انه لن تقوم له قائمة، فذهب واحتز رقبته، واذا بامه ام عبد الله هذه ابن زيد كان هي ام عمارة اللي هي نسيبة الانصارية، كان مسيلمة الكذاب قد وقع ابنها حبيب اسيرا في يده، فاخذ يقول له اتؤمن اني رسول الله؟ فيسكت يقول لا اسمع، يقول وتؤمن ان محمد رسول الله؟ فيقول نعم، فأخذ يقطع أعضاءه عضوا عضوا، يقطع العضو ثم يعرض عليه، فإذا قال له إن المسيلمة رسول الله قال لا أسمع، إذا قال محمد رسول الله قال نعم، فقطع يده ثم يده الثانية ثم رجله ثم رجله الأخرى، ثم أوسعل نارا وألقاه فيها وهو يقول نعم محمد رسول الله. فأقسمت أم عمارة أن تستثأر لابنها، واستأذنت أبا بكر في الحرب، فقال لها يا أم عمارة مثلك لا يمنع، اذهبي على بركة الله. فذهبت وكانت في المعركة هي وابنها عبد الله، فلما رأته يمسح سيفه من مسيلمة استبصرت وسجدت لله شاكرة. وأثناء المعركة قطعت يدها فلم تسأل عن اليد التي قطعت، وتركتها وأخذت تضرب في الكافرين لا تلوي على شيء حتى اطمأنت إلى قتل مسيلمة. هنا في مثل هذا الموقف المؤرخون لهم جولات كبيرة. المهم المسلمون حين دخلوا واقتحموا كانت الحديقة كأنها سجن لهؤلاء الكافرين،
أمكنوا بأنفسهم بوجودهم في الحرب، ظنوها مأمنا فكانت مقتلا ومجزرة لهم، ونزلوا فيهم قتلا قتلا حتى قيل إنهم قضوا على كل الموجودين ولم يتركوا أحدا فيها. وهذا هو القول الراجح، إنهم ما تركوا أحدا، وقيل إنهم تركوا من أسلم نفسه وأعلن الاستسلام، وبعدين سلموا وبدأوا تحصل مفاوضات من أجل الصلح وإعطاء خالد كل ما يريد. وكان من بين الذين استشهدوا ثابت بن قيس الأنصاري، فلما أخذوا يدفنونه سمعوه يقول حين وضع في القبر: محمد رسول الله الصادق الأمين، أبو بكر الصديق، عمر الشهيد، عثمان البر الرحيم. فظنوه حيا فنظروا فإذا هو ميت، وكان يتكلم وهو ميت. ومذكورة هذه الواقعة في عدة كتب من المراجع الأصلية الأساسية، فهي ثابتة. بعد ذلك كما قلت انهزمت بنو حنيفة وانتصر عليهم المسلمون وصالحوهم، فأخذوا منهم الفضة والذهب والسلاح وربع السبي، وثم تركهم خالد. وكما قيل إنه الموضوع كان انتهى إلى هذا الحد، غير أنه جاءه أمر بأن يذهب إلى العراق لفتحها، والمسلمون الذين انطلقوا في شرقي الجزيرة العربية وغربيها وشمالها وجنوبيها، سواء العلاء بن الحضرمي أو غيره، كلهم انتصروا على من أرسلوا إليهم. فلم تمض سنة حتى كانت الجزيرة العربية كلها قد عادت إلى الإسلام بفضل الله تعالى، ثم بفضل الصديق الرجل الشجاع الأبي والرجال الأباة الصادقين الذين معه. والحمد لله والصلاة والسلام على معه في الخطب. وقل لي لأي خطيب أو لأي زعيم أو لأي مدع سياسي من هؤلاء المنافقين الكذبة الدجالين، قل لي من من الزعماء اعتنق مبادئ الإسلام عقيدة وعبادة ومعاملة وسلما وحربا وإيمانا وشجاعة ومروءة وحماية لأمته؟ من الذي اعتنقها؟ إنه يدعو إلى حرب إسرائيل بقلب إسرائيلي في أفكاره، وإنه يدعو إلى الوقوف ضد الإمبريالية والوقوف ضد الشيوعية بفكر شيوعي وفكر إمبريالي 100%. لكن الشعوب صالحة لأن تضلل، وصالحة لأن يضحك عليها، وصالحة لأن تداس، وصالحة لأن يسخر منها. وكما قلت من قبل إن الشعوب المسلمة أو المتمسلمة صارت كالأغنام الضائعة في الصحراء، يتلقفها كل ذي قوة ويذبحها كل ذي سكين ويدوسها كل من يشاء أن يدوس. يعني للبيع، مين اللي عاوز للبيع؟ يا أخوة، لا أمة بغير فكر يحدد كيانها. وإذا كان فكرك الذي يحدد كيانك هو فكر صليبي فأنت صليبي ولو كنت داخل محراب المسجد، وإن كان الفكر شيوعيا فأنت شيوعي وإن كنت تصلي 1000 ركعة، وإن كان الفكر يهوديا فأنت كذلك مهما حاولت أن تتوارى وتتهرب. فالأمة تكون بالفكر، بالعقل، بالمبادئ،
والمبادئ هي التي تصنع الرجال وتكيف الأمة. فإذا أردت أن تعرف أية أمة، ما هويتها، ما اتجاهها، ما هو مقدار صلابتها، فانظر إلى مبادئها، انظر إلى ثقافتها، انظر إلى أفكارها. فإن كانت على جانب معين فلن تحارب إلا من هذا الجانب. كان ينطلق وهو طفل صغير يريد أن يحارب، فإذا قيل له متعنا بنفسك يقول إنني سمعت أن الجنة تحت ظلال السيوف، والله لا أحملن سيفي حتى أدخل هذه الجنة. عقيدة تدفعه، والمرأة تدفع صبيها ليحارب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قيل لها لما قالت أريد أن يستشهد فيدخل الجنة فيأخذ بيدي يوم القيامة إليها. وعمر بن الجموح الرجل الأعرج، أولاده الأربعة يقولون له إنك أعرج وإن الله قد عذرك، فابق أنت ونحن نحارب عنك. فيقول لهم لا، فيسكونه إلى رسول الله، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم له ما عليك يا عمر لو لم تحارب، يعني لا شيء عليك، أنت معذور. فيقول يا رسول الله إني أريد أن أطأ بعرجتي هذه الجنة، أريد أن أطأ بعرجتي هذه الجنة. ما الذي دفعهم؟ التكوين النفسي، الإيمان العميق في قلوبهم. آمنوا بالله وآمنوا بأن من يرتد راجعا متقهقرا فإن الله يغضب عليه ويدخله النار ويعذبه عذابا شديدا لأنه تقهقر في وقت يجب فيه الثبات. فانطلق، آمنوا بأنهم حين يقتلون تتلقاهم ملائكة الله، تزفهم إلى رحمة الله وتدخلهم جنات الله. وجابر ابن عبد الله حينما قتل أبوه، وكان جابر حزينا لأن أباه لما قتل في أحد أو لما استشهد في أحد ترك بنات كثيرات، فذهب جابر يريد أن يطمئن على والده، هل مات شهيدا وقبل أم لم يمت شهيدا ولم يقبل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم له يا جابر أتدري ما فعل الله بأبيك؟ قال لا يا رسول الله. قال إن الله تعالى ما كلم أحدا إلا من وراء حجاب، وإن الله كلم أباك كفاحا، يعني لا حجاب بينه وبين الله، فقال له تمنى علي يا عبد الله. فقال يا رب أتمنى أن تحييني حتى أقاتل فيك فأستشهد مرة أخرى. فقال الله له قضيت أنهم إليها لا يرجعون، يعني لا يرجع أحد مات إلى الدنيا بعد ذلك. فقال يا رب فأبلغ من ورائي ما نحن فيه من النعيم. فأنزل قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. يا إخوة والله لقد سمعتها حين كان الإخوان يحاربون في قناة السويس، قال لي بعضهم والله كنا نذهب والإنجليز من حولنا يصلي أحدنا الركعتين أو الأربع ثم ينطلق معتمدا إلى الله يطلب من الله الشهادة قبل أن يذهب وأن يقبله الله. فيقول الواحد منهم ما كنت أشعر أنني أفجر وحدي أو أنني أدخل المعسكر وحدي، كنت أرى كأن مجموعة من الملائكة تسير معي فلا أشعر بأعدائي حتى أرجع منتصرا. المؤمنون إذن رفعوا اللواء وحموا العرض، أروني غير مؤمن، أروني في البلاد العربية كلها، أروني غير مؤمن حمى عرضا أو أعلن عزة أو رد للمسلمين كرما أو استطاع أن يقيم لهم بين الناس كلمة مسموعة، أروني. أنا أقول وأتحدى لم يرفع العزة إلا المسلمون، والمسلمون المؤمنون الصادقون وحدهم، ولن يكون نصر أبدا
إلا على يد الفئة المسلمة، فاذبحوا أولادكم كما تشاءون، وعرضوا أعراضكم للفتنة كما تريدون، وعيشوا حياة النفاق كما يحلو لكم، فلا نصر إلا من الله، ولن ينصر الله إلا من ينصره. وقد قال الله، وقد قال الله في كتابه: ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. ولا ينصرن الله من ينصره، وقال: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، لا أمريكا ولا روسيا ولا إسرائيل، وإن يخذلكم فمن ذا الذي يعصمكم ينصركم من بعده؟ من الذي ينصركم من بعد الله؟ إذن لا أمل. فيجب أن نحدد الهدف، وأن نحدد المسيرة، وأن نحدد شخصيتنا، ونبرز معالم هذه الشخصية، ونقول: هل نريد أن نكون أمة إسلامية؟ إن كنا نريدها فلنستعد. أم نريد أن نكون أمة لا إسلامية فنقول للصهيونيين وللصليبيين ولليهود: لا تحاربونا، فإنا معكم، تفضلوا وادخلوا وهاتوا كل مبادئكم، وتعالوا اهدموا المساجد واهتكوا الأعراض وامسحوا كل تاريخ المسلمين وافعلوا ما شئتم، فأنتم منا ونحن منكم. واحدة من الاثنين، يا مسلم يا كافر، ما فيش طريقين ابدا يا اخوان. اللي عملوا الطريقين ظنوهم ربنا قال فيهم: مذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء. وهؤلاء قال الله فيهم: ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. والموقف خطير، والمستقبل مظلم، والحياة جادة، ومن لعب بالنار احترق بها. ومن يلعب بمبادئ الله ويسخر من دين الله ويتوكل ويعتمد على أعداء الله يستحيل أن يأتي على يديه عزة أبدا. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة، أمنا عن انتصار المسلمين في حروب الردة على المتنبئين وأتباعهم، وقلت لكم إن الأمر لم يقف عند هذا الحد. كان هناك العلاء بن الحضرمي وغيره من القادة اتجهوا إلى جهة عمان والبحرين وغيرهما من الجيوب الموجودة في الجزيرة العربية والتي فيها قبائل قد ارتدت عن الإسلام ولم تمض سنة واحدة على ولاية أبي بكر إلا وكان قد انتهى من حروب الردة وعادت الجزيرة العربية كلها إلى حظيرة الإسلام، واستقرت الأمور، ولم يقف الأمر بأبي بكر عند هذا الحد، لكن وجدها فرصة. فإن المسلمين إذا شغلوا بالجهاد فإن ذلك يجعلهم دائما في نشاط، في حركة، في انشغال بالأصول التي يجب أن يقوم عليها بناء الإسلام، ويستطيع بذلك أن يتحاشى ويتقي أي فتن داخلية أو أي نوع من الترف يصل إليه الناس. والترف كثيرا ما يسبب التساقط الفكري
وكثيرا ما يسبب نوع من التهافت على الأمور التي لا قيمة لها، ويترتب على ذلك غالبا وجود النزاع والشقاق والتفرقة والتعالم والكبرياء والأمراض التي تأتي دائما نتيجة للترف والكسل وعدم الحركة والعمل. ولذلك الأمة التي تشغل بالعمل والحركة والبناء والتعمير والمبادئ التي تعيش من أجلها تحاول التركيز لها، هي أمة لا يعرف الملل طريقا إليها، ولا الفرقة ولا التنازع ولا الضعف، وكذلك الوهن الذي يصيب الأمم، الميوعة، الخنوثة، كل ذلك لا يعرف طريقه إليها، إنما يعرف الطريق إليها إذا أترفت فبدأت تتفنن في أنواع الترف وأنواع التدلل والخنوثة، وبدأت تفكر في أن تترع إلى أبعد حد وتشبع من متاع الدنيا ومن زينتها وزخرفها. كل ذلك يحطم معنويات الأمة ويجعلها غير صالحة بعد مرور فترات من الزمن. مثل الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن حصلت هذه الدفعة القوية وأحس المؤمنون بأن الله معهم وأنه لن يتركهم، على طول لم ينتظر. خالد بعد انتصاره في اليمامة على مسيلمة الكذاب وجد كتابا من أبي بكر وأرسل إلى أبي بكر يخبره، وأرسل إليه الخمس الغنائم، فأرسل إليه أبو بكر كتابا يقول له معناه انتهيت مما أنت فيه، فخذ من معك من الجند ومن تابعك ممن حارب المرتدين واذهب إلى فارس. يبقى كأن يبتدوا يعملوا إيه الآن؟ يدخلوا مع الدولة الفارسية الكسروية التي تعتبر أعظم دولتين موجودتين في هذا الوقت، أو على الأقل تعتبر دولة عظمى أو ثانية دولة عظمى. الدولة الأخرى كانت الدولة الرومانية، والدولة الرومانية كانت يعني معروفة أنها دولة عظيمة حتى بعد أن انشقت على نفسها وصارت الدولة الرومانية الشرقية والرومانية الغربية. الرومانية الغربية كانت عاصمتها روما، والرومانية الشرقية كانت عاصمتها القسطنطينية، وهذه الدولة اللي كانت عاصمتها القسطنطينية هي التي كانت تملك مصر وسوريا وكل بلاد الشام، وكانت كثيرا ما تغير على أطراف الجزيرة العربية وتستعبد وتستذل، وكان بينها وبين الدولة الفارسية حروب طويلة، هذا ينتصر مرة وهذا ينتصر المرة الأخرى إلى آخره. ونزل في شأنهما قوله تعالى غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، مش بنصر الله للروم على الفرس، لا، بنصر الله للمؤمنين على الكافرين. يوم ينتصر الروم على الفرس والمسلمين يفرحوا بانتصار الروم لأنهم أهل كتاب، على الفرس لأنهم مجوس يعبدون النار. ولاحظ هذه النقطة، ان المسلمين كانوا ينتظرون ان يفرحوا بنصر اهل الكتاب على الاخرين، والكل ظالم والكل مستبد والكل عدو، لكن في جهة قرابة بين المسلم واهل الكتاب، لان المسلم يؤمن بوجود الله
اليوم مسلم يؤمن وكذلك أهل الكتاب يؤمن بالرسل وكذلك أهل الكتاب يؤمن بالآخرة وكذلك أهل الكتاب يؤمن بمبادئ نزلت من السماء ويعيش عليها وكذلك أهل الكتاب. أما عباد الوثن فكل ذلك بعيدون عنه، هم بعيدون عنه. فإيه اللي حصل؟ إن يوما انتصر الروم على الفرس كان المؤمنون قد انتصروا على قريش في غزوة بدر، وهنا تحقق معنى الآية ويومئذ، يعني ويوم تنتصر الروم على الفرس يفرح المؤمنون بنصر الله لهم أيضا على أعدائهم من الكافرين. وهذا الذي قد حدث في هذا الوقت. الفرس لها جيشها العظيم والروم لها جيشها العظيم. الفرس دولة لها كل الإمكانيات المادية والإمكانيات البشرية، ولها أرضها الواسعة في أرض العراق وإيران وما يحيط بهما، وهي أرض خصبة وأنهار جارية وحياة رافهة، وعندهم الخيول وعندهم الفيلة وعندهم السيوف المذهبة، وعندهم حتى سرج الخيول كانت من الذهب. وكذلك يقال في الروم، فهم جند كثير وغني وقوي وعلى أرض خصبة والإمدادات متوفرة وأنواع التموين جاهزة وبطونهم مليئة، بعكس العرب. أرض جرداء وصحراء إن رؤيت فيها بئر فيها ماء كان ذلك فضلا كبيرا جدا ونعمة سابغة أنعم الله بها عليه. إن وجدوا بئر ماء في الصحراء، لا نبات لا زروع، حالتهم حالة الأشخاص كحالة الخيول، خيول ضامرة وأشخاص عجاف ضعاف، أحيانا يمصون النوى وأحيانا يأكلون الخضر من الحشائش الموجودة في الأرض، وأحيانا يأخذون من عدوهم ما يأكلونه ويطعمونه. هذه حال العجيب أن يأمر أبو بكر الجيوش الإسلامية أن تتجه إلى بلاد الفرس بقيادة خالد، وإلى بلاد الروم بقيادة يزيد ابن أبي سفيان وأبي عبيدة ابن الجراح وسرحبيل ابن حسنة وعمر ابن العاص. جيش الفرس بقيادة خالد الذي يتجه إلى الفرس، والجيش الآخر بعده بفترة بكم شهر يؤمر أن يذهب إلى بلاد الشام ليحارب الروم في عقر دارهم. ماذا أقول بالنسبة لخالد؟ خالد كان يساعده عياض بن غنم، أمر أن يذهب إلى شمال العراق وأن يناوش الأعداء من هناك. أما خالد فبدأ الطريق من قريب منا من هنا إلى جهة العراق، بدأ يأخذ طريق الموقع، انت عارفين هنا نادي اسمه نادي كظمة. نادي كظمة بيعبر عن المكان اللي فيه اول موقعة بين خالد وبين الفرس، كانت الموقعة في هذه تسمى موقعة كظمة. وابتدت الفتوح ودخلت في العراق واستولى على دجلة والفرات والجزيرة بينهما. والخلاصة بالنسبة لخالد أنه في 14 شهرا استطاع أن يحارب الفرس فيما يقرب من 15 موقعة. انتصر في جميع المواقع وأخذ الغنائم والأسلاب ويرسل إلى أبي بكر، وكأن المدينة كل شهر يدخلها من فيض الله ومن نعمه من طريق خالد
المدد الوفير الكثير. وهنا أحس المسلمون بالقوة المعنوية، وأحسوا فعلا بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام يتحقق: يوم قيام ستدخلونها وهذه مصر ستفتحونها. أحسوا أن كل شيء الآن لما سيدنا خالد حصل حتة جميلة. كان في واحد أعرابي ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم، وسمع الرسول عليه الصلاة والسلام يبشر بفتح الحيرة فتعجبوا: أتفتح الحيرة من بلاد فارس وهي من أعظم المدن وأكبرها وأكثرها خصبا ونعمة؟ قال: نعم. قال: طيب يا رسول الله، أعطني إن فتحت كرامة بنت عبد المسيح. قال له: إن فتحت وأنت حي فهي لك. والرجل هذا حين علم أن الحرب قامت مع الفرس ذهب مسرعا، مش من أجل الحرب، بيبحث عن مين؟ عن غنمته. وفتحت فعلا الحيرة، ونزل عمرو ابن عبد المسيح وعمل الصلح، وكان من بين الصلح الراجل جه وقال لخالد: أما تعلم ما قاله الرسول؟ قال: أعلم. قال: إذن أريد كرامة. فخالد بن الوليد صالحهم على أن يدفعوا جزية، ومن بين البنود طلب تسليم كرامة. فقالوا: هذه شديدة علينا. قال: لا بد منها، كرامة بنت عبد المسيح لا بد أن تسلم. وهنا توقف الطرفان، مسألة ليست سهلة لأنها بنت زعيمهم. فعلمت كرامة بالأمر فقالت: دعوه واتركوني لهذا الأعرابي، لأنها عرفت القصة، اتركوني له، إنه رآني في شبيبتي فأحبني وما يدري أنني صرت عجوزا شمطاء، فاتركوني له. وفعلا سلموها للقائد الذي سلمها للأعرابي. فلما رأته قالت: أما تراني إنني عجوز لا أصلح لك، فما أربك من عجوز؟ فادني، يعني اطلب الفدية، اعطك ما شئت. قال لها: لست لأم سويل. هو اسم سويل، وأمه تبقى اسمها أم ايه؟ سويل. قال: لست لأم سويل إن رضيت بالفدية إلا بما أختاره أنا. فقالت: وأنا رضيت بما تختاره أنت. قال لها: حكمت أن تدفعي لي 1000 درهم. فقالت له: هذا كثير. قال: لا، لا بد من 1000. قالت: هذا كثير. قال: وإلا فلن أتركك، لا بد من 1000. فأخذت 1000، كانت جاهزة، وسلمته المبلغ، وقالت له بقى ايه: اتركك في امان الله يا سويل. فلما تركت قال له المسلمون: ماذا اخذت؟ قال: اخذت 1000 درهم. قالوا: يا خيبتك، 1000 درهم؟ لو طلبت منها 100,000 لاعطت. فقال لهم: هل هناك عدد اكثر من 1000؟ ما كنت أعلم أن هناك عددا أكثر من 1000. أنا فاكر أن هذا آخر العدد. فقالوا له: ارجع في كلامك، قل أنها ضحكت علي وخدعتني وأنا لا أرضى بهذا. فعرض الأمر على خالد، فقال له خالد: يا أعرابي، أردت أمرا وأراد الله خلافه، لها ما أخذت ولك ما نويت، أما نحن فلا نخفر ذمتنا بعد أن أعطينا الكلمة.